اللهم إن هذا المرض هو جندي من جنودك تصيب به من تشاء وتصرفه عمن تشاء. اللهم اصرفه عن بيوتنا وعن بلادنا وجميع بلاد المسلمين. كي جاتك بعدا؟ لا ناضي. رائع سندويش ساهل ماهر ياك. السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ شخباركم؟ شخبار وليداتكم؟ شخبار احبابكم القراب والبعاد؟ جيرانكم؟ نتمنى يكون كل شيء بخير وعلى الف خير ان شاء الله في الظروف العصيبه اللي كنعيشوها الان. في رهن هاد الظروف ما علينا الا التضرع لله سبحانه وتعالى، نطلبوا منه يا ربي قنا شر هذا الداء ويجنبنا هذا الوباء بلطفه يا لطيف، انه على كل شيء قدير. الانسان ما يتخلعش من هذا ويدير من هذا الداء، هذا من هذا المرض، راه نقولوه مرض، راه هو مرض، ما يتخلعش منه ويدير الهلع في وليداته في حبابه في جيرانه، يعيش عادي هو يلتزم بالقوانين اللي حطتها الدوله حماية لينا، السلامة ديالتنا ولوليداتنا ولحبابنا والقرب لينا، ونمروا هاد الظروف في أحسن الأحوال بأقل الخسائر ممكنة، وإن شاء الله نرجعوا لحياتنا بحول الله، بحول الله الكريم نرجعوا الحياة ديالنا الطبيعية من بعد. ولكن الحياة تستمر رغم ذلك، وفي ملء هاد الظروف عاد تستمر، وعناكلوا عنشربوا عنعيشوا بولادنا عنضحكوا معاهم باش ما نديروش من نتحبطوش ونديروا لو ستريس في وليداتنا وهذا، ونعيشوا عادي باش نتغلبوا على الازمه ديالتنا. وهادشي اللي كاين، واليوم ان شاء الله نطلع لكم بواحد الوصفه اللي سهله مقاديرها في كل بيت موجوده، كنظن ان في هذا الوقت تكون موجوده في كل بيت، نشاركها معكم، ماشي جديده ولكن وصفه كنديروها مع وليداتنا ونشاركها معكم ان شاء الله اليوم. لهاد الوصفه ان شاء الله نحتاجوا المقادير التاليه. عندنا هنا واحد معلقه سكر صغيره، ها هي كما كتشوفوا، عندنا معلقه الخميره حبوب، ها هي خميره العجينه. شنو عندنا؟ عندي شويه ديال الثومه بودر، ما عندكمش ما ديروهاش ماشي اشكال، واحد شويه. عندي واحد معلقه ديال لاموطارد، ما بغيتوش ديروها ما ديروهاش، تكتفي وعي بالخميره والمليحه بالسكر والمليحه فقط. دونك نزيد ندير مليحه الكافيه اللي تكفيني. دونك شنو نديرو؟ نديرو جوج كيسان ديال الماء دافي، الكميه ديال الماء اللي بغيتو غنعي ندير لكم جوج كيسان. دونك جوج كيسان ديال الماء كما كتشوفوا، والسلام، وغنخلط غنبدا ندير الطحين اللي يكفيني، نشوف القوام اللي بغيت نحصل عليه. دونك نشم بسم الله، نجمع الطحين وعاد نشوف شنو واش نحتاج مازال ولا لا. دونك مازال خصني شويه الطحين، غنزيد الطحين ونشوف ديك الساعه كيفاش خصني نحصل على العجين. العجينه ديالتنا هي عجناها كما كتشوفوا، ما قاصحه ما رطبه، دابا نخليوها كترتاح شويه، نغطيوها ونخليوها كترتاح وتطلع شي شويه تخمر، ونشوفوا الحشوه ديالتنا اللي غنستعملوا في هاد لي ساندويتش. دابا غندوزو ان شاء الله للحشوه ديالتنا اللي غنحشو بها هاد العجين ديالنا. شنو عندنا نحتاجو؟ غنحتاجو المقادير التاليه. عندي هنا طن، بالنسبه للطن كنظن انا في هاد الظروف هادي غيكون في كل بيت، اللي بغى يدير عنده الكفته يدير الكفته، اللي عنده الصدر ديال الدجاج يدير الكفته حتى هو صدر الكفته ديال الصدر ديال الدجاج ويستعملو، لكم الاختيار، استعملوا الطن اللي بغيتو. مطيشه، عندي واحد جوج مطيشات هنا، عندي
بعد الدروس ديالتهم، بصلة، الفيفلة حمراء واللي بغا يزيد مع الخضرة اللي هو الاختيار، المعدنوس واللي عنده الخضرة يديك الخضرة، المعدنوس والعطرية، عندنا هنا الملحة، التحميرة، شوية السودانية، الكمون ومطرشة الحك. دونك هادو هما المقادير ان شاء الله نشوفو خطوة بخطوة مع بعض. دابا نبداو اللي عندكم شي طحانة، دونك نطحنو بالطحانة اللي عندكم توفرة. عنبدا نطحن هذوك ثلاثة البصيلات هما الاولين، وندير معاهم دريسات، ربع دريسات ديال الثومة. صافي، ونحطها في الإناء كما كتشوفوا. شو رقيقة هانتوما، رقيقة. دونك ها هي رقيقة، شفتو. ندير عليهم طون كما كتشوفوا. أنا عندي جوج بواطات كبار، وغنطحن ما تبقاش عاوتاني. ندير المطيشة، جوج مطيشات، وندير معاهم المعدنوس، وصفة سهلة. غنطحن ديك مطيشة والمعدنوس، عاوتاني غندوزو ونشوفو الفيفلة. نضيفو المعدنوس ومطيشة، الفيفلة اللي ما عندكمش الحمراء ديرو الخضراء اللي متوفرة في المنزل. هاد الساعة ما غنتشرطوش. نضيف ان شاء الله الفيفلة، ها هو شتي حتى هي رقيقة. دونك الى هنا غنكونو حنا المقادير كاملين. دونك شنو عندي هو، دونك شنو عندي هنا كما كنا، البصلة ها هي، المعدنوس ومطيشة، الفيفلة والطن. دونك غنضيف معلقة كبيرة ديال مطيشة الحك، مطيشة كونسونطري، وعندي القياس تحميرة بابريكا حلوة. دونك ندير شوية السودانية، إلى حساب الوليدات مبغاتوش ديروها مديروهاش، ديرو شوية البزار. دونك أنا بلاصة البزار درت شوية السودانية. هنا الكمون، وعندير قياس الملحة، دونك قياس العمل الحلية، وعندير زويتة بلدية تقريبا واحد نص كاس زويتة بلدية، وغنحاولو ندمجو هاد المقادير كاملة بعضياتها. إلى هنا نكونو سالينا إن شاء الله الحشوة ديالتنا. هاهي وجدات، شتو كيفاش جات غزالة وريحتها زوينة شهية منعشة. وندوزو إن شاء الله نشوفو تتمة الوصفة. فهاد الأثناء غنرجعو للخليط العجين ديالنا، والخليط ديالنا كما شتو صايبناه وحطيناه، ونرجعو للعجين ديريكتومون، مكنبقاوش بزاف الوقت نخليوه يخمر. دونك هاهو شوية ارتاح العجين، ونرجعو إن شاء الله. شنو عندي هو، نشدو شوية الطحين ونطيحو هاد العجين. دونك العجين ديالو شتي القوام ديالو، ما مرخوفش بزاف وما واقفش. دونك نديرو واحد، نقسموه على نص بما صايبنا هذا، ونرجعو لاخر. دونك شنو نديرو، نديرو ان بودان باش نجيو يجيو لينا القياسات كيف كيف تقريبا. دونك عندك فيهم تقريبا شي 100 غرام تقريبا، دونك انا ما نوزنش، عندي غير ميزاني. نكورهم هكا، نرش سطح العمل الطحين، ونخليهم يرتاحو. نستمر هكا تسالي العجين ان شاء الله، ونرجعو ونشوفو التتمة. كما كتشوفو عطاوني هاديك الكمية ديال جوج كيسان ديال الماء
هذا القياس عطاتني هذه الكميه ديال العجين 15 كويره بهذا الحجم هذا كما كتشوفوا. انا كورتهم كاملين 15 ونخليهم يرتاحوا واحد ربع ساعه عاد ان شاء الله نرجعوا نكملوا الوصفه. ضروري تخليهم يرتاحوا باش يطلقوا لكم مرتاحين حتى هما ما يعذبوكوش الطلاق. من بعد ما ارتاحت العجينه ديالنا واحد ربع ساعه انتما غنبداو بالاولى. دابا ناخذوا اول وحده ونشدو تو شويه الطحين نديرو الطحين حسب ما احتاجينا شويه من تحت العجينه كتطوع معنا مزيان كتبقاش ترجع ونقلقوها مزيان وعاد شد واحد المنديل هنا نطلق واحد ربعة دونك نشد واحد المنديل كما كتشوفوا ونطلق واحد ربعة نرش هاد المنديل الطحين هكا نطلق واحد ربعة بهذا الشكل وعاد نرجع ان شاء الله نشوفوا الكماله. كما شفتوا هانتوما دابا انا قلبت المنديل كانوا عندي بحال هكا مغطيين قلبت المنديل على هكا ظهرو وبديت بالاولى دونك غبرت واحد الاناء هنايا واحد لاسيت هو غبرته بالطحين وغنحط الاولانيه اللي طلقت هاهي فرقوا مزيان بالطحين باش يبقاو ليكم مفرقين الا يعني ما فرقتوش بالطحين مزيان راه غيتلصقوا ليكم دونك هادشي اللي نقدر نقول لكم. شنو نشدو نشدو الخليط ديالنا اللي وجدنا قبيلات وهذا الخليط ديالنا كوش رقيقه في هاد الاثناء لكم الاختيار يا اما طيبوها في المقله كما عندي نسهل ليا الماموريه يا اما ديروا الفطائر ديالكم كاملين في شي طاوة ودخلوهم الفرن ويا اما طيبوهم في داك ديال البانيني راه لكم الاختيار في هادشي كامل. انا غنطيبو في المقله ندير ابسط الاشياء واسهل الاشياء اللي يقدر واخا اللي ما عندوش الفرن يديرها دونك هادشي اللي كاين ندوزو ان شاء الله نطيبو. دابا ان شاء الله جينا للطياب. شنو هنا عندي مقله ثقيله ماشي وغير لاصقه اللي ما كتلصقش وتكون ثقيله ما يكونش من مقالي الخفاف باش ماشي الفطيره ديالتكم عي تحطوها فوق العافيه تشوط الطقيه وتكمل وتكروش كتجي هنا طيابها كيجي ثقيل ورطب وكتجي طايبه من الفوق ومن التحت. دونك شنو ندير ديك تسخن وعندي الفطيره ديالتي من بعد ما شوني على المرصه ما تشوا دونك الفطيره كما هانتوما ديروها هنايا دونك هادشي طياب المقله دونك نشدها ونهزها. دونك اللي ننصحكم فيه هنايا انا العجينه شويه تكون انا خففت شويه العجينه دونك العجينه تكون ديالكم واقفه دونك صافي ماشي اشكال. المهم الواحد يحاول عليها ولكن الا كانت في الفرن كتكون القضيه سهله. دونك كنديروها طيب. شنو عندك هنا المقله هذه ما عنديش فيها الغطاء دونك شنو عندك غنشد الطبسيل يكون قدها ونغطيها باش الصهد يرجع لينا على داك الحشوه اللي الفوق وطيب لينا حتى هي وما تبقاش فيها نسبه الخضوره. وكنغطيها بحال هكا ونخلي الفطيره ديالتي كطيب على مهل ما تكونش عافيه مجهده باش ما تخطفش تكون العافيه بين وبين ما تكونش مجهده وما تكونش قيل عاوتاني تكون ميته. دونك نتلقاو من بعد ما طيب الفطيره ديالتنا ان شاء الله ما تكونش طابت من التحت شتو هي طابت. دابا شنو عندي مادام عندي مقله غير لاصقه نشف شي شويه الحشوه اللي الفوق نشفها شويه غنقلبها وما يتسق حتى حاجه دونك هي واحد 2 مينوت الفطيره كما شفتوها هي. دونك شنو ندير نشدها ونقلبها على هاد الشبيكه هكا شفتو ما لصقات ما والو نشفات شويه داك الحشوه ولا باتا هي حتى هي راه نشفات مزيان. وش نديرو ونشدو هنا راه ديجا طيبت
شتو هي الاولى وهي الثانيه فوقها ما كيلصقوش شتو انتم وطبين كيبقاو طبين دونك غندير نشد هذه وغنحطها هنا حتى هي وغنغطي باش يرجع فيهم الصاد ويبقاو طبين باش الا بغينا نديرو بهم ساندويتش نلقاوهم قدو يتلواو هادشي اللي كاين ان شاء الله نكمل الطياب ونرجع لكم من بعد الفطائر ديالنا كانوا هادو هما ساليناهم فطائر بسيطين ساهلين المكونات في كل بيت كما قلت لكم بغيتو تاكلوهم بحال هكا كلهم انتما شتو كيجيو طبيعين ساندويتش بغيتو تعمروهم بالخاص باي حاجه بالبصله بهذا والفرماج وتوليهم لكم الاختيار ولكم الاجتهاد حنا بغينا نديرو شي حاجه اقتصاديه هنا كما كتشوفوا دونك انا شنو عندي فيهم كافي فيهم كلشي فيهم بصله فيهم الطون فيهم كما شفتوا ندير شويه الكورنيشون لان الطون كيبغي شويه الحموضه ندير شويه الكورنيشون وندير شويه ديال الزيتون وندير شويه الحار اللي بغى الحار الطون هادشي كيبغي الحار ايوا صافي ونلويهم وندير شويه ديال الحامض المصير الحامض بليتو معصر شويه نعصر شويه الحامض ما فيها الطون الطون كيبغي الحوت كيبغي شويه الحامض يجيونا شويه اسيد والسلام وهادشي اللي كاين ونلويهم بحال هكا وتاكلوهم ان شاء الله بالصحه والراحه والى وصفه قادمه بحول الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.